تعقد إدارة مدارس مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان دورات تدريبية لمعلميها داخل العاصمة عمان وخارجها بالتعاون مع عدد من المحاضرين، والتي تستمر حتى نهاية شهر آب الحالي. وتأتي هذه الدورات ضمن استراتيجية وضعتها إدارة مدارس المطرانية بهدف تطوير وتحسين كفاءات المعلمين والمستوى التربوي لهم، مما ينعكس إيجاباً على المستوى الأكاديمي للطلبة. نشير إلى أن استراتيجية إدارة المدارس هذا العام الحالي بعدم زيادة أي أقساط على الطلبة والكتب والزي المدرسي، وذلك مراعاة للظروف العامة. وتستمر مسيرة العمل في مدارس مطرانية الروم الكاثوليك ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم المستمدة من رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لتحقيق رؤية سيد البلاد بنهضة العلم والمعرفة في مملكتنا الحبيبة الأردن أدامه الله ورعاه. ولا بد من كلمة شكر للسيدة الفاضلة الدكتورة باسمة السمعان مديرة نورسات في الأردن وفريق العمل لهذه المؤسسة لرعايتهم الدائمة في التغطية الإعلامية لنشاطات مدارسنا وأبرشيتنا. أدامكم الله ووفقكم لكل عمل صالح.